ننتقل معك إلى ما تحدث عنه التقرير، وهو انحياز ستيفاني ويليامز ويهدد إيجاد حلول للأزمة السياسية في ليبيا. كيف تبعت ذلك؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا محمد، تحية طيبة لك أخي عبد القادر وتحية لمشاهدي قناة ليبيا الحدث. يعني أخي عبد القادر، الحظر الأخيرة للسيدة ستيفاني كانت باهتة وغير ملامسة للواقع. علينا أن نتحدث بواقعية القانون الدولي وبقرارات مجلس الأمن حتى نصل إلى المشكلة الحقيقية التي وضعنا فيها وتكالبت علينا هذه الدول بأطماعها وبخياراتها السياسية وبدعمها للجماعات المتطرفة ولو بشكل مبطن. للأسف الشديد يعني نحن نفصل الآن الإحاطة. الإحاطة لامست التقارير الصادرة من لجنة الخبراء المعنية بحقوق الإنسان والحالة الإنسانية في ليبيا والمعيشية والاقتصادية إلى آخره، ولكنها استثنت 6 تقارير يفترض أن تكون مشمولة بالإعلان. يعني كما يعلم الجميع أن قرار مجلس الأمن 1973 فقرة 24 كلف 8 لجان خبراء، كل منها معنية بالاقتصاد، بالمصرف ليبيا المركزي، مؤسسة ليبيا للنفط، محفظة ليبيا للاستثمار. لم يخرج علينا مبعوث للأمم المتحدة طوال الإحاطات السابقة بأي تقرير مفصل من هذه اللجان حتى الآن، وتكتفي هذه الإحاطات السابقة بالحالة الإنسانية للمهاجرين الأفارقة ولأن قرابة 1 مليون ليبي تحت خط الصفر بفرض حظر التسليح على الجيش الليبي، وكأنهم يريدون تقوية الطرف الآخر، طرف الميليشيات وجماعة الإخوان. إلا أن الغريب في الأمر أخي عبد القادر أن مسألة الحوار السياسي، يعني نحن دخلنا في مؤتمر برلين وصدر قرار 25/10 من مجلس الأمن باعتماد مخرجات برلين، وبأن هنا تشكل من 3 لجان، لجنة اقتصادية ولجنة سياسية ولجنة عسكرية، ولا يتم البث في اللجنة السياسية أو الاقتصادية إلا بعد الانتهاء من لجنة 5+5. نعم. المؤسف جدا يعني أننا وجدنا يعني هذه أخطاء ربما نحن نتحمل مسؤوليتها، يعني كطرف داعم للجيش وكبرلمان وكحراك مدني وكسياسيين وخبراء في القانون الدولي. يعني ما هي الغاية أن نخرج بخيار ثالث وهو الذهاب إلى مؤتمر ساس أو سخيرات 2 الذي يعني من الواضح أنه تقاسم السلطة وجلوس مع جماعة الإخوان. أنا لا أخون أحد ولا أشير بإصبعي بالاتهام صوب أي شخصية في البرلمان، ولكن يجب على البرلمان أن يأخذ حذره بالكامل من أي تعامل مع البعثة الأممية، ويجب أن يستعين. يعني نحن ليبيا لم تخلو من أساتذة القانون ولم تخلو من دكاترة ومتعلمين في القانون الدولي والمعاهدات الدولية. نعم. يجب أن البرلمان أن يستعين. سيد محمد، عضو مجلس النواب طلال المهيوب قال في تصريحات صحفية لوكالة سبوتنيك أن يحافظ وفد البرلمان الذهاب إلى المغرب على ثوابته التي تتضمن أو تتمثل في حل الميليشيات وسحب سلاحها وخروج تركيا من ليبيا، ومن ثم الذهاب إلى حوار وتوافق. هل توافق هذا الطرح؟ أنا احتجت على الصراحة دائما، يعني هذه الفقاعات الإعلامية وخروج الميليشيات وتحسين وضع المواطن، نحن اخترنا الدول الراعية والخاضعة لقرارات مجلس الأمن وقرار 25/10 من قرارات مجلس الأمن اختارت خيار اللجان الـ3، اللجنة العسكرية واللجنة الاقتصادية واللجنة السياسية، ولا يتم البث في اللجنة السياسية واللجنة الاقتصادية. أنا أتحدث عن مؤتمر برلين المؤتمر الثاني، الخيار الذي اختاره مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين، ولكن الذهاب إلى خيارات أو فاس وجلوس مع المجلس الأعلى للدولة والقبول بشروطهم وتقاسم المنافذ السيادية، يعني هذا الأمر خارج عن المعاهدات الدولية وخارج عن قرارات مجلس الأمن وعن مخرجات مؤتمر برلين، وهو من سيضعنا في مؤتمر خيرات ثاني. إذا كنا نتعلم السياسة ونفقه في السياسة، علينا أن نتبع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وما أشار إليه قرار مجلس الأمن 25/10/2020. نعم. إذن المحامي والخبير في القانون الدولي محمد اللافي، شكرا جزيلا لك.